لما نشتغل على النوع ده من الشغل يبقى على الاقل صحفيين وهم بينقلوا لنا يبقوا ده. فاهمين ده بيشتغل ازاي مش بس ويبقوا كده، هم الحقيقه بيقدموا زي المصريين لما كنا بنقول مع بعض انه ما ينفعش اي حد اجنبي يوقفك يقول لك ايه رايك في الثوره، مين تمرد، فانت تجاوب وتقدم معلومات يعني كده بسيطه. يعني يعني هل مقبول ان تشاتم هاوس ما يبقاش ادى جوائز غير للشيخه موزه مثلا؟ هل ده مفهوم؟ هو مش شاتم هاوس بس شاتم هاوس، لان معروف ان شاتم هاوس على فكره من قبل ثورات الربيع العربي ان ده المركز الملكي البريطاني، هو صانع سياسات المملكه المتحده. المطبخ هو ده المطبخ اللي بي يعني بيتم وضع التوجهات الاساسيه والرئيسيه اللي بيتم بعد كده بريطانيا انها بتاخد خطوات بعد كده بالنسبه لجميع مناطق العالم. بس هي طبعا عشان العالم دلوقتي الانظار كلها متجهه الى العالم العربي، الدوله العربيه باعتبار هو ده يعني مركز الاحداث، هو ده اللي بيحصل. هي الحقيقه كمان ان الفتره الاخيره يمكن ال 15 او يعني 17 سنه الاخيره ان دور قطر في تمويل الكثير من هذه المراكز وفي عمل كرسي او في عمل وحدات او مراكز معينه في داخل هذه المراكز لتوجيه الدراسات لقضايا معينه، منها مثلا الاسلام السياسي، الاسلام الراديكالي، الاسلام الوسطي، جماعه الاخوان. الحقيقه هذا الدور واضح بشكل كبير في الكثير من هذه المراكز. كارنيجي على سبيل المثال، الكثير من المراكز الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه وبعضها مراكز هو جزء لا يتجزأ من وزاره الخارجيه الامريكيه. بس احنا برضو مش عايزين ان احنا نتعامل مع هذه المراكز فقط ان احنا المراكز دي لازم نخاصمها او ان احنا ما نعرفش ايه اللي بيصدر عنها. لا مهم ان احنا نعرف، بس مهم كمان اولا ان احنا ما نعتمدش على وسيط، بمعنى ما نعتمدش على شخص اختار لنا شيء من جوه هذا المركز. ما احنا لازم نبحث مين اللي بيشتغل في المركز ده، مصادر التمويل لهذا المركز، الابحاث الريسيرش اللي احنا بنبقى معجبين بيه جدا. طب تعالي نتفق انا وانت انه عقل الدولة كأجهزة أكيد بيعمل اللي حضرتك بتطلبيه، لكن المشكلة الحقيقية إن اللي بيحطوا نفسهم وسطاء علينا إحنا كمتلقين اللي هم الصحفيين اللي بيتماسوا مع هذه المؤسسات اللي بينقلوا لنا وبينقلونا، هم اللي بيصنعوا كل السياسات اللي بتخلي الأداء كله مختلف، وهنا دي مشكلة. الجزء منهم صحفيين يا ماني، بس هو مش صحفيين بس، ولو الصحفيين دول ما قاموش بهذا الدور هيطلع لك ما يسمى بنخب بحثية من ملك يعني من الأكاديميين أسد الجامعات أو اللي عندهم استعداد. بعضهم عنده استعداد إن هو زي ما عادل إمام كده بيقول أبيع نفسي، وبعضهم مقتنع بالفكرة، بعضهم يرى إن هذه المراكز هي فعلا مراكز بحثية حقيقية بتقدم خدمات. طب تعالي نطلع من الجزء النظري ده، أنا عايز أعرف ليه تشاتم هاوس يبقى مشغول بينا للدرجة دي، لدرجة إنه من كام يوم بس يعني بيطلع فينا كلام وكأن إحنا ما تقدمناش، ودي بريطانيا اللي كان صحيح عندها موقف من 30 يونيو وما زال وفيما يبدو إنه مكمل. وما زال طبعًا هي يمكن التون خف شوية، يعني نبرة يعني كان دايمًا لو تفتكري إن كل وسائل الإعلام البريطانية الرئيسية واللي إحنا كنا بنشوفها إنها الإعلام الحيادي كما ينبغي أن يكون، ومنها على سبيل المثال مثلًا البي بي سي، إن هي من ساعة 2013 وكان لازم كل موضوع أو مقال أو مقال رأي أو خبر عن مصر لازم يبقى فيه عبارة الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب. كان دايما كل مقال لازم يبقى فيه عبارة جماعة الإخوان المسلمين اللي هي تتبنى الإسلام الوسطي، يعني لو تفتكر. وما زال ده طبعا بيظهر بين الحين والآخر، بس هم يمكن أتلخموا أو اتشغلوا في يعني بعض الأشياء إيه الأخرى. طب قال عننا دلوقتي؟ يعني هو قال حاجات كتيرة، من ضمنها طبعا ان هو في احد المقالات التحليلية ان هو شايف ان اللي بيحصل في مصر ده ان الاقتصاد طبعا في حالة انهيار، وان مصر اوشكت انها تعلن عن افلاسها و و و. وعلى فكرة في نفس التوقيت اللي فيه يعني مثل هذا المقال اللي هو مسمينه مقال تحليلي، احنا عندنا بصي على عناوين اخرى بتنزل على تشاتم هاوس لمقالات بحثية او ابحاث يعني المفروض ان هم مصنفينها انها ابحاث اكاديمية، عن شرح لجماعة الإخوان المسلمين مجددا، وكأن هناك محاولة لإعادة طرح أو إعادة تقديم جماعة الإخوان المسلمين، إن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة لم تمت، وآخرها كان منشور قبل أيام على فكرة عن الجماعة، إن بيتم عرض إن جماعة الإخوان لم ولن تنتهج العنف لأسباب كثيرة، من ضمنها إن الجماعة من ساعة ما تم تأسيسها
في مصر ان هي جماعه سلميه وانها بتنتهج الاسلام الوسطي، وان من يعني لجأ الى العنف فيها هم فئه صغيره جدا، نادرا حتى ما بيلجأوا الى العنف، فئه صغيره جدا من الشباب اللي فقدت الثقه في القيادات الاخوان الموجوده حاليا، ولكن ان ده ما ينفعش يكون مقياس. تخيلي انت ما يطلع دراسه بهذا الشكل عن تشاتم هاوس اللي هي المفروض سمعته في بريطانيا وسمعته في الكثير من دول العالم ان هو ده اللي بيقدم الرؤى كما ينبغي ان تكون. وطبعا انا لما اكون مقيمه في، مش مقيمه، لما اكون انا مواطن بريطانيا، اكون انا صحفي بريطاني في بشتغل في الاندبندنت ولا الجاردين ولا الديلي ميل، ويطلع تقرير صادر عن تشاتم هاوس بهذا الشكل، فانا هعتبر ان هو ده حقيقه. بالظبط، بتعامل معاه لانه طيب. حقيقه. خلي ده في كورنر وخلينا نبص احنا لينا احنا في جانب اخر. طيب احنا دلوقتي انا وانتي واكيد ملايين المشاهدين فاهمين كويس ان كثير من هذه المراكز مموله وبتشتغل في سكك محدده لتحقيق اغراض معينه.